وللحديث عن دلالات افتتاح السوداني لمصفات الشمال في بيجي والانتقادات التي طالت الحكومة مع عدم فتحها تحقيقا وعدم محاسبتها المسؤولين عن تفكيك المصفى وبيع قطعها بعد السيطرة عليها، معنا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك من أوسلو الخبير والباحث الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. البداية معك دكتور حامد، يعني حكومة السوداني تعد إعادة افتتاح مصفاة بيجي إنجازا بعد نحو 9 سنوات على نهبها وتفكيكها بشكل كبير بعد سيطرة القوات الحكومية والميليشيات عليها، ألا ترى أن هناك نقصا في المشهد لا سيما بما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن عمليات النهب خصوصا الميليشيات؟ في البداية شكرا جزيلا على استضافة، تحياتي لك ولضيفك الكريم والجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هو النقص واضح جدا، يعني منذ الإعلان في 16 آب أو أغسطس من السنة الماضية باسترداد المصفى، في وقتها قال السيد السوداني يعني زف بشرى سارة للعراقيين على أنه المصفى قد وجد في كردستان شمال العراق يعني في الإقليم، وبتبليغ من مواطن فاعل خير يعني مثل ما قيل في التقرير أيضا، وهناك 60 إلى 100 تريلة شاحنة تنقل معدات المصفى والتجهيزات الأجهزة الخاصة به بعد سنوات من تركه، يعني سواء هناك اتلاف بي او غيرها او فقدان بعض الاجهزه. النقص هو انه عدم وجود فعلا وضوح للقضاء والعداله في محاسبه من سرقه هذا، فكك المصفات وسرقها في وضح النهار والى اين نقلها وكم كلفة المعدات التي سرقت ثم أعيدت، يعني التكاليف هذه من يتحملها غير أموال الشعب العراقي؟ نعم. سؤالي لكم الآن دكتور سناء عبد القادر، يعني كيف أثر غياب مصفاة بيجي كل هذه السنوات، كيف أثر على الواقع الاقتصادي والنفطي للعراق؟ إلى أي مدى كان مهما تلافي وإنهاء عمليات النهب التي تعرض لها المصفى والمصفات؟ تفضل. في البداية تحياتي لكم ولجميع مشاهديكم وإلى ضيفكم الكريم دكتور حامد الصراف. أهلا بك. طبعا من ناحية تأثير اقتصادي بدون شك تأثير كبير، لماذا؟ لأنه هذا المصفات عندما بني بالعام 1978 كانت طاقته ضخمة جدا بحدود 500,000 برميل، والآن هي اللي تمكنوا من إعادة هذه الطاقة فقط إلى 150,000 برميل قد تكون في المستقبل وتصعد إلى مستوى 290,000 برميل يوميا. بدون شك طبعا تأثيرها كبير، لماذا؟ لأنه احنا الاقتصاديين نعرف أنه لا زال لحد الآن العراق يستورد مشتقات نفطية من الخارج، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. وعلى أمل أنه في السنتين القادمتين عندما يكتمل إنتاج النفط وتكريره من مصفى بيجي سوف نتمكن من عدم استيراد المشتقات النفطية. بدون شك هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني العراقي وعلى عدم تبذير العملة الصعبة. نعم تفضل. دكتور حامد، لكن إذا كانت الحكومة تعرف كل هذا الوقت بمكان المعدات والقطع المسروقة، لماذا أخرت الأحزاب السياسية تقديم هذا الإنجاز المهم للعراق كما يقول السوداني؟ الحقيقة هو يعني اللعبة السياسية أو المسرحية السمجة اللي مر بها هذا يعني هذه العملية، عملية سرقة ثم عملية استعادة ثم عملية تنصيب وغيرها، وهذه طبعا الحقيقة يعني أنا أقولها بصراحة هذه الرواية لا يمكن التأكد منها بالكلام فقط، يعني صحيح وشاهدنا احنا بالسرقة هناك تريلات شاحنات تنقل المعدات ثم شاحنات تعود بالمعدات أو تعيدها إلى بيجي، لكنه حقيقة الأمور
إذا كانت الفنية منها، وإذا كانت السياسية، وإذا كانت العملية الاقتصادية والقضائية طبعا، لأن هناك يجب أن تكون تساؤلات، يجب أن يكون هناك متهم بالسرقة، وهناك جهات أخفت، لأنه هي ليست حقيبة صغيرة، حقيبة مال أو حقيبة ذهب أو مجوهرات ممكن إخفائها بسهولة، هذه معدات كبيرة، يعني الطاقة الإنتاجية كبيرة، معدات يعني تتضمن أجهزة، يعني ما يسمى الهيت اكسشينجر والفيسلز والتانكس وما شابه ذلك، وقضايا هندسية كبيرة، معدات ضخمة وأجهزة، أجهزة رقابة وأجهزة توقيت وغيرها، هذه الحقيقة بويلرات كبيرة، لذلك هذه المسألة الحقيقة لا يمكن تصديقها بهذه الرواية، لذلك هم أخفوها، نعم أخفوها لأنه التعتيم عليها أفضل من إظهار الحقائق التي واكبت العملية منذ سرقة تفكيك المصفى وسرقته وبيعه واستعادته، وكم كلفت هذه العملية؟ ممكن تكون كلفة العملية أصلاً بالسرقة والاستعادة أكثر من تكلفة المصفى نفسه، هو نعم يقول أنه احنا وفرنا ملايين، لكن هذه الحقيقة غائبة عن الأرقام، غائبة عن الوثائق الآن، نعم. دكتور صناء، بحسب توقعاتكم وتقديراتكم الشخصية، ما إمكانية وفاء السوداني بالتزاماته بالاقتراب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات النفطية في موعد أقصاه منتصف العام المقبل وفقا لطاقة عمل المصافي في العراق كما يقول السوداني؟ الحكومة العراقية ليس فقط محمد الشياع السوداني، وإنما بالدرجة الأولى هي وزارة النفط، وكذلك بقية الوزارات المساندة لهذا المشروع. مشروع مهم جدا كما قلت سابقا، يعني طاقة الإنتاجية بحدود 500 مليون برميل سنويا من المشتقات النفطية، وهذا مهم جدا للعراق حتى لا يستورد من الخارج، وحتى لا تذهب العملة الصعبة إلى الخارج. الموضوع مهم جدا ويعتمد على جدية الحكومة العراقية بالكامل، ليس فقط رئيس الوزراء وإنما كل الوزارات التي لها علاقة بهذا الموضوع، وبالأخص وزارة النفط وبقية الوزارات المساندة، وزارة التخطيط والصناعة نعم. وأهل المنطقة. نعم. هل يمكن الوثوق بوعود الحكومة الحالية بالنهوض بالبلاد أو عملية الإصلاح مع هذا التجاهل التام لما حدث والجريمة المسجلة بالصوت والصورة وتحتها توقيع ميليشيا العصائب؟ دكتور حامد، هل يمكن حدوث هذا؟ بالتأكيد صعب جدا، يعني هذه المعلومات اللي هي الحقيقة يجب أن تعرض أمام الجمهور على الأقل للتوثيق ولطمأنة الناس أنه الحكومة قادرة على استعادة ما سرق بالسنوات الماضية، هذه أشبه بعملية السارق سارقي الأمانات الضريبية اللي هي 2.5 مليار دولار، يعني نور زهير وغيره، لما عرض أيضا السيد محمد الشياع السوداني أمام الكاميرات يعني كومتين من الأموال، قال هذه استعدناها من المتهمين على أمل أن نستعيد باقي المبلغ، باقي المسروقات اللي هي 2.5 مليار، لكن هو اللي استعاده لحد الآن، هاي مر عليها تقريبا 3 سنوات، خمس عفوا 5% من حجم الأموال، لذلك الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة صعب جدا أن الشعب يستعيدها بهم، الآن صعب جدا أن يثق الشعب بهذا النظام السياسي البائس، زائد الحكومة التي كذبت أكثر من مرة في قضايا الفساد والسرقات والنهب والمحاصصة والاستيلاء على المال العام، هذه الحقيقة عملية محفوفة بالمخاطر جدا، الشعب العراقي فقد الثقة، لذلك لا يمكن أن فعلا أن نستعيدها بهذه الاستعراضات التلفزيونية، نعم. لكن من خلال كلمات السوداني في حفل افتتاح المصفاة دكتور صناء عبد القادر، يبدو أن الحكومة متجهة لاستنزاف أكبر للنفط في العراق. السؤال هنا، ألا ينطوي ذلك على مخاطر من احتمالية تكرار التجربة الهولندية وبالتالي فقدان النفط كمورد لبلد يعتمد على النفط وبالتالي يفتقر الاستثمارات وكل المصادر الريعية مثل العراق؟ الجواب أنه بما أنه النفط هو عنصر ممكن أن
يعني ينتهي، نعم ممكن أن ينضب من الآبار. ولذلك علينا أن نعترف ونتخذ الحيطة من عدم تكرار هذه أو حدوث هذه الكارثة. لماذا؟ لأن أمامنا مثل ما قلنا ما يسمى بالتجربة الهولندية وذهاب النفط وإلى آخره إلى كامل الأرض. فإذا علينا أن نحتاط. كيف نحتاط؟ وذلك ببناء قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، ليس فقط الاعتماد، ونحن نعرف على الاعتماد فقط على واردات النفط، يعني على مداخيل بيع النفط إلى الخارج التي تشكل بحدود 95% من موازنة العراق. إذن علينا أن نقوم بتنمية وتطوير جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. وأنا قلت سابقا يعني لا زالت نسبة الصناعة من الموازنة العراقية 2.9%، يعني حتى أقل من 3%، الزراعة أقل من 1%، هذه مسائل كارثية. طيب علينا كذلك تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى مثل الصحة، التعليم، البناء، الإسكان والمجرى، لأن هذه العلاقة الجدلية بين هذه القطاعات كلها تكمل بعضها الآخر. إذن يجب أن لا نعتمد على مداخيل النفط فقط وعلى القطاع النفطي فقط في تمويل هذه المشاريع الاقتصادية. إذن علينا أن نعتمد بتنمية جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وبالذات وبالدرجة الأولى الصناعة والزراعة والصحة والمواصلات والنقل والمجرى والتعليم. أهم مشكلة، علينا أن نعلم وننمي ونربي جيل جديد. يا أخي هناك نقص كبير في عدد المدارس، هذه كارثة بالعراق. نعم تفضل. لكن كل هذه الملفات يشوبها النقص والتقصير كما تفضلتم دكتور سناء عبد القادر. إليك دكتور حامد الصراف بهذا السؤال الأخير، يعني كيف ينظر العراقيون لهذه المرحلة التي يديرها السوداني، لا سيما مع افتتاح مصفاة بيجي؟ لماذا تستمر التظاهرات في العديد من محافظات الجنوب للمطالبة مثلا بالتوظيف في المصافي والشركات النفطية والتقليل من استقدام العمالة الأجنبية؟ الحقيقة المشكلة الكبيرة في مذكرات التفاهم مع شركات النفط أهملت بشكل واضح الكوادر العراقية والقوى العاملة العراقية، بسبب أيضا فرض نمط من الاقتصاد ما يسمى اقتصاد السوق المفتوح الاستغلالي. هذه شركات الحقيقة رأسمالية لا توفر فعلا مبدأ العدالة والتوزيع العادل للثروات ولا المساواة ولا فرص العمل، تكافؤ فرص العمل بالنسبة للشعب العراقي، ولا يمكن أن تخطط في أي حال من الأحوال لامتصاص البطالة، عدد الكبير الآن متزايد وخصوصا من بينهم خريجين مهندسين، يعني في البصرة في الجنوب في المواقع التي فيها آبار نفط. الآن الذين يتظاهرون ليسوا عمال ويعني كاسبين فقط وعمال يعني المهرة، وإنما هناك كوادر علمية متقدمة أيضا لا تجد فرص عمل. لذلك علينا أن نفكر بشكل واضح جدا، هو التخطيط للمستقبل بطرق التنمية المستدامة لامتصاص نقمة الشباب، الفقر والبطالة المتزايدة في بين صفوف الشعب العراقي. نعم. في السؤال الأخير لكم دكتور سناء عبد القادر، يعني هل ترى بالفعل أن العراق قادر على الخروج من أزمته الاقتصادية مع هذا الاستنزاف المتواصل للموارد؟ يعني كما تعلم ما يقارب من 500 ألف برميل من الإنتاج النفطي يجري سرقته بسبب غياب العدادات. السؤال هنا، ما الضامن من عدم تكرار ذلك في مصفاة بيجي؟ تفضل. هذا السؤال، الضامن هو جدية العمل في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. الضامن هو إتاحة برامج تكميلية لهذه القطاعات. الضامن هو علينا أن نقوم بتنفيذ خطط الاقتصادية التي وضعت سابقا. وأنا دائما أكرر، ومن خلال قناتكم الفضائية قررت في الأعوام السابقة أنه لحد الآن لا توجد لدينا نتائج الخطة الاقتصادية للأعوام 2018-2022 التي اتخذت في زمن. في ظل الوجوه السياسية الموجودة، هل أنت ترى أن العراق قادر على تجاوز الحالة الاقتصادية التي يمر بها؟
نعم، هناك تجاوز كبير، هناك فقر موجود، هناك بطالة مقنعة، هناك الكثير من هذه المشاكل التي يجب علينا أن نحلها، كلها من خلال التخطيط والبرمجة الصحية العلمية للاقتصاد الوطني العراقي بكامل قطاعاته، وإلا سوف نتعرض إلى كارثة، وأنا هذا دائما كررته من خلال قناتكم الموقرة، شكرا قناة الرافدين. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك دكتور سناء عبد القادر الخبير والباحث الاقتصادي العراقي، شكرا جزيلا لك.